الكاتشب نو بدي كاتشب روحي جيبي كاتشب مين بدي نو مي انا كمان نو ما عندي هاي اخر وحده هاي جبته من دبي انا نو انا ستوب لاين هاي جايز كيب جوين عشان اعطيكي محتوى حلو جاوب لك على هاي جايز اوكي باي جايز جو جيب كاتشب يلا باي باي ناطريني الاخت نور تروح تجيب كاتشب لانه الاخت نور مستحيل تاكل اكله بدون كاتشب المهم طالما راحت اوكي استغلت الفرصه بهذا الفيديو راح استفز نور اوكي راح استفزها وطبعا ما بعرف ليش فتحت هي وطلعت تمام لانه انا متاكده 100% انه خضيته قبل ما راح نستفزها اليوم لبست لكم احمر اوكي حمرا مع انه اظافرنا مكسره اظافرك تكسرت انا اظافري تكسرت من كم يوم وضليت بالاظافر انتي شو بتحكي ويا ليش سكرتي هيك مشان الجراثيم ابدي ممكن تقطعي الفيديو تبعي ليكير اذا حلو اوكي هاي جايز ليكم نور هاي جايز كيفكم ان شاء الله تكونوا مناح ومبسوطين انتم عم تشوفوا هذا الفيديو اليوم طبعا اليوم رح نعمل فيديو اكل انا واختي بس نور اختي ما عندها اداب المائده اوريدي بلشت تاكل نحن رح ناكل نحكي وندردش اذا بدكم فائده الفيديو ما فيه فائده مثل فيديوهاتك يعني في منتصف الجبل على قليلة بيجيبوا فيوز أكتر منك بوم أكيد بسبب عناوين الكاذبة مبدئيا مش اسمع عناوين كاذبة بلا مستحيل حطيت عنوان بشي يوم ما كان موجود بالفيديو حتى لو ثانية المهم انه هو بالفيديو عملت حادث حتى لو الحادث كان 10 ثواني من 10 دقائق هو فيه حادث الفيديو حادث او كسرت تصفر ايدي بالسياره انا حره يا خلينا نعيد البدايه لان عصبتيني شوي لما قلتي عناوين كاذبه يا كاذبه لانه هن عناويني كاذبه انه ما عم اقول الحقيقه ادعمني ادعمني وفكني من الدنيا ادعمني وفكني من ممكن نغير الموضوع بلشت الفيديو بطريقه كثير سلبيه كيفكم شلتكم ألف خير أنتم تشوفوا فيديو اليوم اليوم حناكل أنا وبنين وحندردش أوكي عطينا الأسئلة اللي كتبوها المتابعين تبعك أنت طلبت منهم يكتبوا أسئلة؟ لا لا؟ طب من وين حجيب الأسئلة؟ هلا بسألهم شو هاي؟ شو هاي انستغرام؟ حريتك ما شايفة انستغرام 24 ساعة بتوفر انستغرام ترمي حالك لو سمحتي لانه ما بعرف حاسستك في شيء غلط بالقصة سألتك سؤال سألت على عمري اندومي كتير طيب كلي كلي يا حبيبتي عشان بكرة تعملي عملية مرة تانية يعني شام تاكي استغفر الله خلصتي؟ لا بدي اكل بدي اكل مشان اعمل عملية مرة تانية ليكي اذا انت معصبة مني بنذكر هالفيديو ما كان قصدي لا لا ما بلشت اعطيني اكلي طيب حوت؟ اعطيني اكلي اكلت ثلاثة من هدول قاعد عم تاكل ما شاء الله ما شاء الله قصدك فيل يا اخواتي قرد ابيض بشرفكم قولوا الحق بنين ما بتذكركم بسلمى بعمر وسلمى والبياض اللي هي فيه وقت كانت لابسه الفستان الاسود وشلفه كف عمر لما خانته بالمطعم بعدين اكتشف انه هي ما خانته تتذكروا هاللقطه اذا ما بتتذكروا حطي لهم جزء منها بس سرعي الصوت مشان ما يعطوكي كوبي رايت برا مسجل انت اعطيني اكله اعطيني اكله مبروك اكلتي تهنيتي بالاكله والله كثير طيب صراحه على الأقل بعرف أعمل الطبخات مو مثلك. كلي أكلة لازم تجي عندي كله لازم تعملي مثلي كلي أكلك يا قلبي. خلص الأكل خلينا نبلش. إيه ما شاء الله بتاكلي بسرعة قلت لك. إيه خلينا نبلش عشان خلينا نبلش منين. أوكي ما عندي وقت. أوكي بدي روح.
بدك تروحي شو تعملي تشوفي فيديوهات بغرفتك؟ شو بدك تعملي تروحي؟ انا نصور فيديو. لا طب اعطيني خليكي اكلك. اول سؤال بحس دائما بدي اساله اللي هو شو اكثر شيء بتحبيه ببنين وشو اكثر شيء ما بتحبيه ببنين. انا حجاوبك وانت تجاوبي. هلا انا صراحه اكثر شيء بحبه ببنين انه هي بنين كثير حنونه، يعني انا لما بتعب او بمرض كثير بتساعدني. والله احيانا مثلا بكون تعبانه كثير وبتحس فيه وبتصور لي، مش بتصور لي بس بتعدل لي فيديوهاتي احيانا، يعني احيانا احيانا لا اعدلك مره بالسنه حبيبتي. خليني اكمل احكي منيح. هلا لحظه خليني اكمل. هلا صرتي في تعبي، انا اللي بتعبي مشان فيديوهاتك. لا اعطيتيني فيديوهين 5 ساعات، واحد 5 والثاني كمان 5 ساعات وعديته انا. ايه بس حبيبتي انت ما بتعدلي كل فيديوهاتي، بتعدلي ايه بس بتعدلي تعبين ماكسيموم. اذا بدي اعطيكي ماكسيموم بتعدلي فيديو كل شهر، فيديو واحد كل شهر. ايه يا ناكرتي جميل، يا ناكرتي مو بحياتك عديتي لي فيديو؟ بظن عديتي لي فيديوهين، اول فيديوهين الى القناه. انا علمتك الاعداد. ايه بعدين مين صار احسن منك بالاعداد؟ anyway خلينا ممكن تكمل عم جاوب سؤال. جواب بنين كثير حنونه وكثير بتقرب. هيك بدك احكي؟ اوكي يا رب يا رب يا رب. اوكي سو اكثر شيء بحبه ببنين انه هي اخت كثير حنونه وكثير لكن بطل فيه اعرف ما بحب عيد. بتعرفيني انت ما بتحبي عيد؟ لا تقاطعيني. بدي اطلع. هاي جايز لا تقاطعيني. بس المشاعر خمس مرات بس ما بترتاح. اي بس المشاعر في حمرة بسنانك، يعني قصدي تفرشي سنانك انت؟ اعطيني الاندومي. اعطيني الاندومي كل الدجاجه اللي عملت لك اياها. اوكي اكثر شيء بحبه ببنين هو الحنان، انه هي حدا كثير حنون احيانا. كم مره عدتيها؟ مش عم تاخذي الجواب لانك عم بتقاطعيني، لانه انت ما بتعرفي تردي على السؤال بطريقه صحيحه. عم رد بس عم بتقاطعيني مشان تاخذيه مره واحده الجواب. كمي يلا عيدي. مش عاجبك؟ أكتر شي بحبه ببنين إنه هي شاطرة بالتنظيف، وأكتر شي بكره منيح إنه بتعرفي إنه أنا عكسك تماما. شكلي حولت ما بتستاهلي. لا بس لا منيح إنه أنا بتعرفي إنه أنا عكسك تماما. إمتى آخر مرة نظفتي غرفتك؟ إكسكيوز مي؟ بعدين غرفتي مش غرفتك ما خصك. طيب ليش 24 ساعة أنا اللي بغرفتي؟ حلو نظفي غرفتك وطلعي من غرفتي. وأكتر شي ما بحبه ببنين انه هي حدا كثير اناني، كثير اناني بتحب نفسها بس ومصلحتها وما عندها اي مشاعر. هي برج الجدي ما عندها اي مشاعر. حبيبتي ما تحط الجدي بالنص. طاقه مشاعر كذب. وهي يعني انا كل الاحساس وهي بلا احساس، فهي ما بحبها ببنين وكذابه وبتحب رفقاتها اكثر مني وما عندها اي نسبه حنان. كلمه حنونه شيلوها لغيتها. انت شو بتكرهي فيه؟ لانه شكلك ما بتحبي شيء. لازم افكر لانه في كثير شغلات لازم اختار منها. واو انا بكره. شو طفله صغيره. لك هذا مو طيب. اي روحي اعملي انت لحالك يا قلبي بعد ما اكلت نصه. حتموتي على اندومي. اوكي شو بتحبي وبتكرهي فيه؟ شو بحب فيكي؟ شكله مش عاجبك السؤال. تافهة اصلا عم حاول لاقي لك اسئلة. ما بعرف. بحب شكلك حلو. شو بكره فيكي؟ شخصيتك. بكره شخصيتي؟ ما بحب شخصيتك. لا؟ ما عارف هيك. لا عكس بعض على فكرة. هادشي مش حلو اللي عم تقولي. ما تحطي راسك على كتفي. نفس الثيابي انت. ها مين اكثر واحد بتحبيه من اخوانك؟ وليد. اكيد وليد كثير حبوب، عنده شخصية كثير مريحة. انه مستحيل تقعد مع وليد بغرفة وما تموت من الضحك. اوكي على فكرة حاسة انه الخناقة اللي اتخانقناها اليوم بعدك حاقدة منا، فكان المفروض ما نصور هالفيديو لانه الطاقة مش حلوة.
بعدين الاندومي. عنجد بنين ليش بتاكلي انت نور؟ عنجد بنين يعني كلي اكلك خلص كثير مبينه مع سبب الفيديو. يعني كلي اكلك ليش جاي عند اكلي؟ انه انا ما فيني اكل، شو بدي اكل انا هلا عم صور فيديو اكل، شو بدي اكل؟ انه عنجد انت هيك؟ انا عندي حبيبتي بالاكل انا ما بهتم. انت بشو بتهتمي اصلا؟ خلص الفيديو انت عم تاكلي نور، يعني حتى ما عم تاكلي اكلك. بتعرفي شو جاي على بالي؟ ما 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 فوق راسك حياة الله. وين الادب بالموضوع؟ بني خلصنا اكل، يلا اسالي اسئله خاصيني بدي خلص. ما انت عم تاكلي بسرعه، عم تاكلي اكلي واكلك عم بتضيع وقتنا. ممكن شوي على فكره والله العظيم اذا خلص الاكل ما راح خلص. شو بدنا نعمل؟ ما انت عم تاكلي كيما ما شاء الله قافه. شنو اكثر ستايل الملابس بتحبيه؟ مو ستايل نور، قول الصراحه. ستايل نور مثل الوحده عمرها 80 سنه، يعني نص الثياب اللي بتلبسها صراحه ما عم تعرفها مني. بس هلا غيرت، هلا غيرت ستايلي. خلصتي اكلي؟ عجبك؟ هني حتكملي اكلي. شو بدك فيه؟ مين اكثر شخص بيعطيكم دعم بالحياه؟ ماما. ماما اكيد. انت دائما انت مو مع ماما ابدا. شو قلتي؟ انت ابدا مو مع ماما، يعني دائما مسافره، حتى امي دائما بتعصب عليكي لما ما بتصير عليها. امي بتعصب علي انا؟ مو الحقيقة. حقيقة شو لو سمحت؟ حقيقة انك ابدا ما بتتصل على ماما لما بتعافي. انا عم بتصل على ماما؟ عم وليد. شو عم تحكي؟ ما بتتصل على ماما، بسألية بدي عليها، بسألية انت ما بتتصل عليها لما بتعافي. انا ما بتصل على ماما لما بسافر. يعني بتصور دقيقتين بالاسبوع. You know what بنين؟ هذا الشيء ما بضحك على فكرة. أقول حقيقة. لا عم تحاولي تضحكي يا اما بتحترمي نفسك وبتنعد بتحكي منيح يا اما بتسكري هالكاميرا خلص. هدي ما بدي هدي. يا اما بتصوري يا اما تصوري. على شو اكلتينا؟ صلي على النبي. ما اكلت الاكل كله. هلا بدك اللهم صلي على النبي. كملي كملي. عادي كمل حلو خلص خلص شو ما خلص بس I'm sorry. لا يعني لا no I love you I'm sorry I'm sorry. حبيت استردك قلبي عم بدق. حط ايدك شوفي قلبي كيف عم بدق. توتو قديش قلب الانسان لازم يوقف. انا عم بضحك لانه ماما بتوتر. عصبتيني رياكشنك بتضحك فانا بضحك. انه عصبتيني اول ما قالت مشاهدات العناوين كاذبه طلعت. لا بالعاده لا انا عادي يعني انا لما حدا والله جد يعني انه عادي كثير عالم بيحكوا كثير عالم بينتقدوا انه بالنهايه انا حدا مشهور والعالم بدها تحكي رايها فبتقبل الراي فبس انه اختي هاي بالنهايه فلما حكيت اوكي يا اوكي بعدين زودتها بعدين حكيت عني انه باكل كثير بعدين قالت لي انه ما بعرف شو بعدين حفظتهم بعدين بعدين انه قالت لي بعدين لما وصلت لماما انه لايك سوري بس يعني هيك سوري برافو يلا جايز اوكي شكرا على الاهتمام هنت بقناة بنين يلا باي باي بدي اروح شوفي يا عمري على هدي اوكي جايز سو هات كان لا 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 حبيبي يو شكرا انا احب البوست بوست من بعيد سو هات كانت فيديو اليوم كان مجرد مقلب صغير بالاخت نور حبيت امزح معك لا بطني عم توجعني كثير من الاكل بس انا جد هالفيديو ما قطعتك قطعتك ولا ما قطعتك؟ ايه قطعتك ولا ما قطعتك هالفيديو؟ ما قطعتك يا بنت اللي بتستاهلي روحي شيلي اكلك شيلي اكلك نور بليز لا والله ما شيلي نور بليز نور والله ما اشيل بليز نور